امرأة لها ابن مريض عمره 4 أشهر، فقامت في الليل من نومها فوجدته قد مات وهو بجانبها، ولا تدري هل كانت هي السبب في موته أم هو قضاء وقدر. وقد قامت بصيام 2 شهر متتابعين، فهل عليها شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه لم يتبين فيه أسباب تقتضي أنه مات بسبب أمه وتفريطها فليس عليها شيء، ولكن ما دامت أنها صامت 2 شهر اجتهادا منها واحتياطا منها فالحمد لله، قد احتاطت لنفسها، وإلا فإنه لا يجب عليها صيام 2 شهر حتى يثبت أنها متسببة في موت ابنها. نعم.